المرقوصيه بالعباسيه. بنواصل مع حضراتكم لقاءاتنا في صباح عيد الميلاد المجيد. يشرفنا ان يبقى لنا دلوقتي لقاء مع فضيله الشيخ اسماعيل عبدين الخطيب بوزاره الاوقاف. فضيله الشيخ بنحيي حضرتك معانا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك حريص انك تبقى موجود النهارده في الكاتدرائيه وتقدم التهنئه للمسيحيين ولقداسه البابا بعيد الميلاد المجيد. كلمنا عن حرص حضرتك على التواجد اليوم. طبعا احنا جينا اليوم نؤكد ان احنا نعيد على اخواتنا المسيحيين على بقدس البابا وعلى جميع اخواتنا الاقباط في ظل هذه البلد التي نحيا على ترابها. وطبعا احنا بنتمتع في هذه البلد بالحب والامن والامان، وستظل مصر دائما رائده نشر السلام والمحبه والوئام في ربوع العالم. طبعا احنا بنتمتع هنا في مصرنا بان احنا كلنا نسيج واحد ووطن واحد، وجينا النهارده عشان نؤكد على هذه القيمه العظيمه، وهي قيمة حب الوطن والانتماء له، وحب المواطنة أو المواطنة كقيمة أيضا، لأن المواطنة هي معناها حب الوطن. فإحنا جينا النهاردة عشان أأكد، وجيت النهاردة وأأكد وأعيد على قداسة البابا وعلى إخواتنا المسيحيين، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين والشعب المصري كله بخير وكل عام والجميع بخير في ظل هذه القيادة الحكيمة التي نتمتع بها في ظل هذه الحياة. ماذا تقول فضيلتك لكل الذين يريدون أن يبثوا الفتنة بين نسيج الشعب الواحد؟ نقول لهم إن مصر محفوظة، لأن الله عز وجل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فستظل مصر دائما محفوظة ومحفوفة بعناية الله سبحانه وتعالى من كل سوء، لأن هذا كلام الله وهذا وعد الله لها، وهذا يتأكد بمحبتنا لبعضنا وربطنا مع بعضنا، وإن الحب والمحبة نادى بها كل الأديان، والإسلام دين عظيم نادى بهذا، والدين الإسلام بيحب كل الناس وبيدعو إلى الأمن والأمان والاستقرار والمحبة والوئام دايما، وبيؤكد على روح الوطن وحب الوطن والمواطنة وقيمة المواطنة. ده مهم جدا، وياريت ننشئ أولادنا على إن احنا نحب بعضنا والأولاد تحب بعضها في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي جميع المؤسسات وفي الدولة، لأن الحب هو منه رمز للسلام لكل العالم. فالحب هو رمز السلام والمحبة هي رمز السلام في ربوع العالم، ونتمنى لمصرنا الحبيبة أن تكون دائما رائدة السلام، وهي تستحق هذه المكانة، وستظل بإذن الله محفوظة بعناية الله وبشعبها وبجيشها العظيم بإذن الله تعالى. طيب يا فندم، لو حضرتك هتبعث برسائل سريعة لكل المصريين ولكل العالم من داخل الكاتدرائية المرقسية اليوم، حضرتك تقول لكل المشاهدين إيه؟ أنا من هذا المكان بأؤكد على روح المحبة والمواطنة، وبنادي الجميع أن يبقى في تآلف في تحابب، لأن بلدنا تحتاج أن احنا نحب بعضنا وأن احنا نتآلف مع بعضنا ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وأن يبقى احنا كلنا روح واحدة ويد واحدة ضد أي عدو أو ضد أي إنسان يريد أن ينال من مصر أو من هيبتها أو من كرامتها. ومصر ستظل دائما محفوظة بجيشها وبشعبها العظيم، لأن مصر دائما هي الصخرة التي قصرت عليها كل أسلحة العدو في شتى بقاع العالم وعبر التاريخ الإسلامي، وستظل بإذن الله محفوظة بأهلها وبشعبها وبأقباطها ومسلميها وبكل من يعيش على أرضها وعلى ترابها ويشرب الماء بإذن الله تعالى. معايدة حضرتك على قداسة البابا وعلى كل المصريين اليوم. طبعا بقول لخاصة البابا كل سنة وانت طيب من هذا المكان، وكل عام وانتم بخير، وللشعب المصري كله والمصرين الحبيبة قيادة وشعبا الجميع، أتمنى لهم أن يعيشوا بخير وأن نعيش جميعا في سعادة في ظل هذه القيادة الحكيمة بإذن الله تعالى، وندعو الله بالتوفيق للجميع في ظل هذه الأرض الطيبة التي عاش عليها كل الأنبياء ورسالات النبوية السابقة. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. انت بالصحة والسلامة، وشكرا جزيلا ليكم، وكل سنة طيبين. سنة طيبين يا فندم. مشاهدينا، زي ما حضراتكم شايفين هناك روح جميلة لكل الحاضرين داخل الكاتدرائية، الكل بيبعث برسالة واحدة من هذا المكان في صباح عيد الميلاد المجيد، أن مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وكل فئات الشعب يدا واحدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا ما زلنا موجودين مع حضراتكم، وهناك العديد والعديد لسه من اللقاءات، تابعونا على شاشة ميسات.